الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نضع حجر الأساس في هذه المنطقة، منطقة مرايت تابعة مديرية منعر، ضمن زيارتنا الشريط الساحلي الصحراوي، الشريط الصحراوي اللي ضمن محافظة مديرية محافظة المهرة. وإن شاء الله ستستمر رحلتنا إلى أو حسب برنامجنا الذي رسمناه، وبقية المناطق التي لم نأتيها إن شاء الله ستكون في الرحلة القادمة بإذن الله التي سنعد لها برنامج، وستكون تنطلق رحلتنا إليها بإذن الله. السلطان محمد بن عبد الله يتشرف اليوم باللي وضع حجر أساس لمحطة تحلية في منطقة مريت، والتي سيستفيد منها كثير من المواطنين في هذه المنطقة، باعتبار أن الماء غير صالح للشرب. ولفتة كريمة من السلطان محمد بن عبد الله لهذه المنطقة وأهلها، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يستفيدوا من هذا المشروع، مشروع محطة تحلية لمرعيت وأنواعها. ونرحب بهم ترحيب في منطقة مرعيت بوضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية في منطقة مرعيت بخدمة المواطنين بشكل عام. أبنى هذه المنطقة ومناطق اللي جوا حوالي المنطقة، ونتشرف بهذا وجزاهم الله خير على ما قدموه له في هذه المنطقة، ونرحب بهم. نشكركم هذا الوفد يجينا من عفرير وذي معاه كلهم وما قصروا، أعطونا مشروع وما قصروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حزال 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 يا ح
ضمن زيارتنا لمنطقة الواسعة ولهذه المناطق بشكل عام، وتأتي هذه الزيارة ربط لتعزيز الروابط الأخوية من أجل الصف الواحد والكلمة الواحدة، من أجل المهرة أولا. هذا الذي يأتي ضمن زيارتنا، وشكرا لكم جميعا. فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر أهل الواسعة على حسن ضيافتهم وكرم جودهم الذي طغى على كل الكرماء، فجزاهم الله خير. ونشكر جميعا أهل المنطقة بشكل عام كلهم باسمه وصفته. نحن رحبنا فيكم مجموعكم، مع صغير مع كبير، حي وسهلا، ورحبنا فيكم كل. نحن اليوم في اليوم الثاني لزيارة مناطق مديرية منعر، وذلك لافتتاح العديد من المشاريع برئاسة محمد بن عبد الله العفرار، المشاريع بتمويل ملكة العصام السلمي بمحافظة المارة، وأيضا استقبال الاحتياجات وما يحتاجها المواطن في هذه المناطق الصحراوية والبعيدة، وإن شاء الله سنواصل مشوارنا إلى مناطق أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر محمد عبد الله العفرار رئيس مجلس العام لأبناء محافظة المهرة وسقطرى بالدعم الذي أبناء منطقة الواسع في مديرية منعر شبكة ماء. أول كان مولد كهربة واليوم دعمنا بخمسة مليون شبكة ماء بحاجة المواطنين. ونشكر عبد الله محمد بن عبد الله أهل عفرار رئيس مجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى. اليوم الآن زيارة بعد افتتاح المولد الكهرباء، الآن في زيارة إلى بير، ويعتمد السلطان محمد بن عبد الله العفرار 5 مليون لأهل هذه المنطقة لشبكة، لاعتماد شبكة مياه لهذه المنطقة. فمشكور الأخ أبو سلطان على هذا الدعم السخي لمناطق الصحراء، لمناطق مديرية منعر التي هي بحاجة إلى كل الخدمات والمشاريع. شكرا لأهل هذه المنطقة.